ارتيتوس كيف ما بغى. هو تاني اول ما بدا ليا في هاد البلاد. هكاك بغاني وصافي كذاك لي هكاك راه خدام فيا هكاك وصافي هادشي داك. الطريق هي اللي بقات اخرها بقات في سيدي بوزيد تيدور عند فيها البلاد ديالي كاين واحد 6 كيلومتر بقات فيها في هاد الطريق كيدور كيفاش غادي يدير لها هاد الرئيس اش غادي يدير لها غير ما غادي نتعرض لها انا نحبسها غير غير ما يدير فيها داكشي اللي بغى. اول ما بدا هو جا كيفرع في الطريق الطريق كانت دايزان نمير واحد كيمشيو فيها تروازيام كاتريام الحديد تيدوزو منها الرموكات كيدوز منها كل واحد. ها هو جا غرقها هو علق ليا البلاد وكيبدل القريه هي كيبدلها وعندنا الارض انت كتشوفها انت هو شاد هنا واحد تقريبا واحد 20 متر ولا 30 هو على هادشي انت شوف اش دار ليه. وكانت الطريق دايزان نمير واحد والارض صحيحه والارض كل شيء ولكن اللي مرادو هو يعلق دابا مرادو هو هاد الفيل ما يغبرها يعني هو غبرها. لا قلت لي انا كاع من اللي وقع انا ما بغيتش نحبس الطريق انا بغيتها تدوز وتدوز طريق اخرى وتدوز ما تهمش اللي مرادو هو فاتكنا ديك حز الجهه الاخرى هي الجهه الاخرى هي مزيانه. التسعة هو موجود ما فيه والو غير الارض في التسعة هو يعني مفتوحة مفتوحة ارض يدوز كيف ما بغى يشد فيها الطاكتر في الجهة الاخرى ولكن هو مرادو هكا ومرادو يعذبني انا ومرادو يكرفصني هكا داير ليا. علاش حفر هو ولا حفر الارض ما نعرف لاش حفرها انت كتشوفها وخسر فيها دابا خسرها باش يربح واحد قال لك 700 مليون دار لها الطريق وشتي هذيك 700 مليون هاد جامعة سيدي بوزيدي اللي عطاها هذيك 700 مليون تغنيها واحد 4 سنين ولا 5 سنين يعيشوا بها هذوك الناس الفقراء تاع سيدي بوزيد ناس فقراء عيانين هو 30 عام وهو في هاد البلاصة في هاد الجماعة في هاد الجماعة ما دار فيها حتى شي حاجة ونهار دخل ما عندوش البشكليطة دابا راه مانيير دابا راه مغرق مغرق هو داير الفيلم هي داير أنا وسط الغابة عنده الديور في مراكش عنده في سيدي فني عنده في دخل نهار دخل والو دخلوا رئيس البلدية وأنا معاه عضو نيتو زيدناه اول ما دخل كنا حنا الاولين دار لي واحد كون كاسور هنا حيدنا ها هي كاين هنا ها هي بالوراق ديالو ها هو ثاني اول ما بدا ليا في هذه البلاد وكاينه البلاد ديال المراه ديالي الاخرى هي القدام بدا فيها واحد جوج دكتار خلات الطريق وكاين الكروكيات وكاين كل شيء وباه مقاوم الكارني ديالو ودا لها حتى هي بلادها ومشى ليا للدار ديالي علقها وحيد ليا القوادس وغبر ليا البلاد اللي غادي نوردها ما تلقيت مين نوردها وغبر كل شيء وانت كتشوف حبس عليا الماء وحبس عليا الطريق هذا الشيء كله ما عرفت اسيدي انا ما نسحبش انا كاع ما نسحب هذا الشيء ما يخرج من هذا السيد هكا ما نعرف علاش واش انت تتصارعوا في السياسه ما تنصارعوا ما كنمشي للجماعه كاع من نهار فيها 30 سنه ما تنمشي لها انا كاع حتى الورق ما كنصوبهم فيها هكاك بغاني وصافي كيدار لي هكاك راه خدام فيا هكاك وصافي هادشي داك انا مساكن في التيسا خص هذا الشيء اضطر لك يعني تشوف انه جيب انت الخدامه تيردوا الحيط خدامه اش وين نديروا هذاك السيد مسكين اللي عاطيه كالي لهاد البلاد قال لك حنا ما بغيناش الطريق تحبس اللي بغينا نديروه نديروه انا وياه قال لك نطيحوها كاع نديروه داك انت كتشوف راهم خدامين دابا بالاجر ديالهم وقلنا له يا ودي هاد الطريق هاد القريه خليها ارجع للجهه الاخرى يا عطا الله التيسع هاد التيسع شوف هنا انت ولا خلا دردم كله ودردم كله وقدام ما نعرف انت كتشوف انت ضيعوا هذا كاينه الطريق هنا في النواصر فيها داير القوثرون على الارض هنا هذه الارض صحيحه اصلا ما كتغرق ما كدوز في الشتاء تدوز في السموط يدوزوا منها الرموكات كيدوز منها كل شيء ودروك شدها دار ليها كعنقلها انت كتشوف اش دار ليها طحنها وعلق البلاد وهو معلق بلاد اخرى تاعت المراه عندي وعلق ليا الدار في السماء وعلق ليا غادي تشوفوا دابا التراب ديك الجهه اللي معرم اكثر من هذه اكثر من هذه وعلق ليا البلاد ديال المراه دا فيها واحد جوج كتار طول هكا داها وكاين الكروكيات يجوا هذوك المهندسين يشوفوا الكروكي فين كاين وفين ولات الطريق وفين تبدلات وفين تادير عندها الكروكي. ما راسلتيش العامل ما راسلتيش ما راسلت حتى واحد انا ما بغيناش نحبس الطريق وانا كنت غايب كنت في الصحراء بعد جيت لقيته بدا في هذا الشيء كنت في الصحراء عندي العائله كبيره في العيون وعندي في بوجدور كنمشي تما مع الصحراء وداك الشيء كنمشي تما انا ديما كنمشي تما هذا الشيء اللي كاين حين جيت لقيت هذا الشيء انا الطريق ما نحبسهاش. هو جا راسو كاع ما معمر معايا سوق واخا ما كيبغينيش قلت ليه جي وكتبت ورقه مشيت للعماله وقلت لهم ورجوني داك قال لي سير للجهه في مراكش وكتبت للجهه شد ديك الورقه وشدها عنده غبرها راه عنده باقي الدوبل ديالها ودابا نعطيه لكم قلت له دوز من تما وتنقص لك 200 متر هنا منها تنقص 16 ومنها تنقص الخدمه
ودوزت ما دوزت مزيان حتى للناس. ها انت كتشوف خشاها وسط الدار يعني خشاها في الدار وانا ودخل عليك الله يكاد الملك ديالي هذا. قلت له دوزها من تما شحال تعطر بحال دار لك شي حيط على الارض ديالك واش دار لي قول لي واش قتلني كاع سلام عليك شوف شو تعال تعطر مع تما شوف شوف قلت 10 متر عرض هذه مع وسط البلاد ومنين غادي ندوز هذيك البلاد انا ومنين غادي ندوز انا لهنا والو داكشي اللي دار ما راسلتي العامل ديال الاقليم ما راسلتهاش لا ما نعم واش غادي نقول لك اجي نقول لك الا جيت نقول لك شي حاجه غادي خليني نسكت وصافي ما شاء الله ما كاين شيء هذوك هو كلشي مسكتهم هذاك ودار كلشي سكتهم اللي غلط كلشي سكتهم هذا رئيس الجهه رئيس الجماعه ما رئيس الجهه رئيس الجماعه مسكت كلشي هو مسكت دوك المهندسين ديال البلديه ولا ديال العماله ولا ديال كاع ما كيشوفوا فيا انا اللي جا راه كيدي من عنده تما يدي الزيتون ويدي المشماش ويدي الحليب ويدي غادي يتبعوني انا ما كاينش شي يعني نقول لك ما كاينش شي ما كاينش شي فين سيقل لنا الخبر كاع هما هادشي وانا ضربت عندي 20 عام باقي شي شوا فيها بالراكه اول واحد قلت لهم بين الكوليج اول واحد قلت لهم بين السبيطار اول واحد قلت لهم دخلوني حزب الاستقلال 77 وانا عضو اصغر عضو في اقليم شي شوا لقيت غمارين 85 لقيت 25 عضو 85 وانا كنطلب واش كيقولوا لي هذيك الساعه سير شد الارض هنا سير شد الارض ديك الجهه ما شديت والو انا داكشي اللي خلى لي با جيت لي يعني ما شديت واخا غير الركع عندي وما عمرني شديت شي ريال عند شي واحد وما عمر انا راه عندي 70 عام راه عندي 70 عام نافعيني ولادي دروك هما اللي نافعيني هما شاريين هذيك الطوموبيل هما مراني تحت العتبه انا صافي كنت تحت العتبه ولادي خدامين في جرف الصفر هما اللي عاونوني قراو لله وخرجوا لله انا عايش بالحلال وبقيت في الحلال وهاني في الحلال وحاجوج حجه تبارك الله وكل شيء مزيان الحمد لله بخير وعلى خير وانت كتشوف وانا كنقول خير القبيله اذا سولتوها اي حاجه كنطيح فيها اي حاجه كنمشي معاهم جاو السواقي كنمشي معاهم انا الاول جاو الطرقان تنمشي انا الاول مشاو الناس عند نطلب عليهم مشاو هذا كان ضايف ما كنخلي ما ندير كلشي خدام ولكن هذا